بسانتي. اليوم موضوعنا آلام الظهر، ولكن العلاج رح بيكون بتقويم العظام. معنا الدكتور عادل ريس، اختصاصي بتقويم العظام. أهلا وسهلا فيك. مجهور، أهلا فيك. دكتور، وجع الظهر ما بنفهم شيء، يعني ولا سببه ولا كيف بيجي كيف بيروح، أوقات بيصح فجأة وأوقات بيجعنا فجأة. اليوم معنا العدة الكاملة لحتى نفسر أكثر للمشاهدين وجع الظهر، بركة أسبابه وطريقة تقويم العظام بمعالجة هالأوجاع. أوكي، بنحب نحكي أول شيء عن وجع الظهر. تفضل. يلي بيصيب تقريبا 92% من البشرية بوقت ما من حياتهم، وأيام بضل مزمن، يعني بس يقطع 6 أشهر بصير يعتبر مزمن. نعم. بلبنان في عنا أكثر من 70% ل 75% من العالم عندهم وجع ظهر مزمن عايشين معه. حلو. ففي عدة أسباب لهذا الموضوع. في إذا بدك نحكي عن السبب يلي له علاقة من بعد الحرب، الجيل اللي قاعد بالحرب كله كل وقت خايف، سو كل وقت مشنج، مع سنة ورا سنة بضل عضلات مشنجين وبصير في هالكومبريشن بالفقرات، بصير عنده واحد دائما وجع ظهر مزمن. اوف، يعني مزبوط انه الستريس بيعمل اوجاع. هذا خوف اكثر من ستريس. اها، نعم. الخوف بصير في هرمون اسمه سيروتونين بفرز الدماغ، بتخليك دائما ضلك مشنجه. غير عجقه السير، غير الفي سيدونتير، يعني ما حدا عم يتحرك بقى. المشاكل تبع المصارين يلي بتضرب لك على ظهرك، ارتخى العضلات، كثره الالكول، كثره الدخان. ليه كثره الالكول بوجع؟ لا، كثرة الكحول بصير في ارتخاء بالعضلات. اوكي، ولكن اذا الشخص عم يعمل رياضه ممكن. غير موضوع. اوكي، في رياضه كمان تاذي. اغلبيه الرياضه كمان تاذي. نعم. فالدخان كمان بينزع دوره دمويه، بيعمل وجع ظهر. اسباب كثير، يعني اسباب اوقات نحن ما بتخطر ببالنا. اسباب بتكون صغيره وبسيطه ممكن نتفاداها بكل سهوله، بتعملنا وبتسبب لنا هالاوجاع. طب الكعب العالي شو؟ الكعب العالي ب 50% من الحالات بالعكس بخفف وجع الظهر. لانه بتكون البوستير لا احسن، لانه لها علاقه بالحوض. هات نعطيهم شويه اناتوميه، درس تشريحي ندرس. هيدا وين الكاميرا؟ اوكي. الور عمود الفقري يلي مألف من 24 فقره، هيدي الجمجمه وهذا الحوض. الحوض هي بدك تعتبره مثل الاساسات هالبنايه كلها. سو اذا الحوض يلي ما بيعرفوه العالم، ان الحوض بيتحرك، العظمه بتبرم لقدام لورا فوق وتحت، 3 دايمنشن، ثلاثيه الابعاد. الحوض مين منا منه واقع هو صغير على داريرته مرة أو مئات المرات، بيصير في عنا هالمشكلة. الحوض بيبرم لورا أو لقدام، بس يبرم لورا بيعمل وجع ظهر، وبس يبرم لقدام ممكن كمان يعمل وجع ظهر مع ديسك. فإذا مدام بارم حوضة لورا ولبست كعب ترتاح، بيرتاح وجع ظهره، بينما إذا كان بارم حوضة لقدام ولبست كعب بيزيد وجع ظهره. وإذا ما كان باري، ما معقول ما يكون في حدا عنده مشاكل بالحوض. مستحيل. يعني ماني قاطع ولا مرة علي مريض إلا ما عنده مشاكل بالحوض. نعم. بما أنه ذكرنا السيدات دكتور، في ألام ظهر بتجي بوقت معين يلي هو وقت الميعاد أو قبل أو خلال أو بعد. هيدا شو سببه؟ هيدا فتنا بالتشنجات تبع الرحم يلي بتأثر على الحوض. بعدنا عم نحكي. نعم. سو الرحم بيكون معبى دم وقت الميعاد، بيشد على الظهر، بيصير فيها الأوجاع كلها. ما ضروري يكون هي أصلا عندها مشكلة بالظهر، هون فتنا بغير بروبلم. هيدا يعني مؤقت فينا نقول هالوجع. ممكن يكون عندها وجع ظهر وعلى الميعاد بيزيد، وممكن ما يكون عندها شيء بس على الميعاد بيكون عندها وجع، هيدا غير موضوع. أكثر شيء شائع هو هلا إذا بدك نحكي عنه هو ديسك. رح منفصل كل شيء ورح نحكي كمان عن تقويم العظام كيف تشتغلوا كمان لحتى يروح الوجع ويشفى. صحيح. كليا بذكر مشاهدينا بانه ممكن يتصلوا على الهواء يطرحوا اي سؤال لدكتور عادل اللي موجود معنا اليوم على 0464. موضوعنا هو وجع الظهر وعلاجه بطريقه تقويم العظام. شو هي هالطريقه؟ يعني بعد في كتير ناس بيمزجوا مش كتير بيعرفوا كيف بتصير الطرق يلي بتصير فيها، أو بخافوا أنه تكون بتوجع ببعض الأحيان. بتوجع؟ لا، ما بتوجع، ممنوع توجع المريض. إذا وجع يعني في شيء منه مزبوط، بيكون هو منه مرتاح أو ما بيعرف يرخي أعصابه وقت الجلسة. نعم. تقويم عظام أو أوستيوباتي هي طب أمريكاني تقريبا صار عمره شي 140 سنة،
وتطور خلال السنين مع الابحاث. بيعتمد انه على طريقه يدويه تردي كل شيء لمحله بهالجسم، يعني كل نحن كل مفاصلنا تتحرك، ان كان الحنك، ان كان عضلات العظام الرقبه، ان كان الكتاف. الكتف باي ذا واي هو منه مفصل واحد، وخمس مفاصل اللي بحب يعرف، 24 فقره بالظهر كلهم بيتحركوا ان 3 دايمنشن، الوراك، الحوض، الركاب، كل شيء. سو نحن وظيفتنا انه نفحص هالشخص، هلا بغض النظر اذا موجوع من ظهره او من رقبته، نفحص كل المفاصل. نطلب صور شعاعيه، وبنرجع نستعمل هلا كمان التقنيه الجديده الحكمه، القلب بيستعملوا الستيتوسكوب السماعه، ونحن بنستعمل نيرفوسكوب يلي هو مريض بيكون قاعد، مندور هالنيرفوسكوب من مرقه على العمود الفقري، وبتقلنا وين في فقره ضاغطه على العصب. في عندك مجموعه اعصاب بيطلعوا من العمود الفقري، كل عصب بيطلع على عضو معين من الجسم، ممكن يكون يطلع على عضل او على فيسير، يعني الكبد او اكيد كل شيء. الكبد منين اعصابه بتجي؟ من وراء الظهر، من وراء الخرزه الثامنه، النصران من وراء كعب الظهر، الرحم من الظهر كمان، كل شيء. عضلة القلب كمان عصبها بيطلع من الدماغ ومن نص الظهر. فلما يكون في مشاكل بالظهر، نحن بس بنشعر انه اخ ظهرنا عم يجعنا، بس مش عارفين شو عم يعمل فينا هالعمود الفقري بصحتنا. يعني اغلبيه مشاكل الصحه اذا واحد عنده جود الاينمنت، يعني بالعربي عمود الفقري عنده جالس وسوبل، كل شيء بيتحرك فيه، ما عنده مشاكل صحه. يعني هلا اغلبيه نحن بس نطلب صور بنلاقي هالمرضى كلها قليل. هل يعني قد ايه قليل انه يكون شخص عنده هالعمود الفقري المستقيم؟ يعني قد ايه نسبة الأشخاص اللي عندهم بده يكون أوستيوبات بس؟ يعني في شيء خمسة بلبنان تقريباً. نحن نهتم بحالنا، لأنه صعب يعني بطريقة الحياة، بالقيادة السيارة. 99% من العالم عندها مشاكل بالعمود الفقري، لأنه ما حدا منا، خاصة هلا ما حدا منا ما بيقعد على الواتساب عن جد. مثلا تليفون، نعمل اكزامبل صغير، ما في مشكله، في كثير ردي هون التليفون، نقعد هيك نعمل هيك صح؟ طيب هاي الرقبة معمولة لتحمل وزن الجمجمة، هيك ربنا خلقها لتكون هيك، مش لتكون لقدام. فالرقبة عم تتحمل ضغط كتير كبير، ساعة ساعتين ثلاثة، مشان هيك هلأ حاليا ما بقى في حدا ما عنده وجع رقبة. رح نتابع حديثنا دكتور، رح ناخد وقفة سريعة ونرجع. تابعين حديثنا مع دكتور عادل الرئيس عن تقويم العظام وأوجاع الظهر. اليوم كنت عم تفسر لنا على العمود الفقري اللي موجود معنا بالاستوديو، كيف أكثر شيء بتصير الأوجاع، ولكن الملفت اليوم بالحديث إنه قد إيه هالأوجاع أو قد إيه خرزة الظهر بيأثروا على صحتنا، وكل خرزة بتأثر على مكان معين فينا. اليوم إذا صححنا سنس الظهر بتروح أو بتخف مشاكلنا الصحية؟ اغلبيتها. مثل شو مثلا مصران الغليظ، مين منا ما عنده مشكله مصران الغليظ؟ كثار. نعم. مصران بيطلع العصبه من الخرزه الرابعه، فاذا بنفحص هالمريض موجوع شيء؟ ظهرك بيوجعك مثلا انت؟ بالقعده اكيد يعني. طيب اسمح لنا المخرج انه ثلاث ثواني نشوف لها ظهرها. خليكي بس مرتاحه، بس من القعده؟ لا خليكي رايحه شوي لقدام، لقدام، رخي 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 رخي. عندك هون مزبوط، مزبوط. صحيح. الخرزة الخامسة. هلا بتفاجئوا العالم، طب كيف هيك؟ مش سحر؟ لا، منا سحر. مع الخبرة، سنين وسنين وسنين الخبرة،
بس هي بس دغري نحط نعرف نحن اتجاه الخرزه كيف هو. خرزتي كانت الخامسه بارمي على اليمين، بس انه هيك فحصنا بس بعدنا موجوعين، ما عملنا شيء. لا ما رح نعمل شيء على الكاميرا، ما رح نعمل شيء. اوكي هيدا على شو بتاثر؟ الخرزه الخامسه بتاثر لي كمان على مصرانيك، ممكن تعمل لك هلا ديسك، ممكن عم يضرب لك على وركك، صرت تعرجي، بصير مثلا مشيتك لوقه، ما بقى تمشي مزبوط، ما بقى فيك تجلسي، بتعمل مليون مشكله. نعم هلا هلا عم بيقولوا لي بالرجيء انه كلهم ناطرينك، انه كل واحد عنده وجع بمحل دكتور. كل العالم موجوع. نعم. هلا اهم شيء شو العلاج؟ شو العلاج وقد ايه وقته كمان؟ الميدسين عاده هلا بس يكون واحد موجوع من ظهره، شو بصير؟ تروح عند الحكيم، اول شيء بيطلب لك صوره شعاعيه، بتطلع بقول لك اوكي عندك مشاكل، خذي هالدواء. مع الاسف يا جماعه الدواء للظهر مثل الدواء لسوسة السن. نعم. ما بيفيد. ما لها معنى. مشاكل الظهر مشاكل ميكانيكية، يعني في خرزة عم تحف على خرزة أو خرزة بارمة، الدواء ما رح يرجع خرزة لمحلها، بده ينعمل علاج المضبوط. مش العلاج يلي عم تفرضه علينا شركات الأدوية. العلاج المضبوط هي أن نرد كل شيء لمحله. نعم. بطريقة الأوستيوباتي أو المانيبيولاسيون. إذا في التهاب دكتور. ما الالتهاب جاي من وراء احتكاك الفقرات، مثلا اعطيك مثال، هيك هلا اعمل لي ايدك هيك هلا انت على الخشب. نعم. ما بتبقبق مي؟ بلا. طيب وشيلي ايدك؟ بتصح. لكن وحتى ولو عملنا هالمانيبيولاسيون بوقت الالتهاب بيرجع بيشفى. اهم شيء كم جلسه بحاجه؟ حسب، اذا مريض له 17 سنه موجوع ما راح يروق معنا ثلاث جلسات، خلينا نكون واقعيين. يعني احنا مانا مار شارب، احنا بنشتغل طب علم. كنت عم نسيتيني، كنت عم اقول شيء عفوا. كنا عم نقول انه عن الاحتكاك، انه حتى لو ملتهب دغري بيشفى وما بوجع. ايه اهم شغله عن مين نروح، لازم كثير نشدد على هذا الموضوع، عن مين، لانه الاوستيوبات لازم يكون دي او، يعني دكتور اوستيوبات. هيدا الشيء، هيدي الشهاده الدكتوراه بس تنعطى برات لبنان. نعم دكتور، نحن اليوم اعطينا فكره سريعه عن الموضوع وشامله، اكيد لكل التفاصيل ممكن يتصلوا فيك تحت الهواء، نحن للاسف انتهى وقتنا لليوم. بدي اشكر وجودك معنا دكتور عادل الرئيس، اهلا وسهلا فيك. وهيدي كانت اخر فقره ب ام تي في الايف لليوم، موعدنا بيتجدد بكره على الساعه 8:30. بتمنى لكم نهار حلو، باي باي. I love it.